كانت كتنسيقية من بعد إعلان الكوب 27 تم تشكيل لجنة البيئة في التنسيقية عشان تبدأ التحضير على المستوى التشريعي ومستوى التنفيذي داخل التنسيقية باستخدام أدوات التنسيقية عشان تبدأ تحضر شغل للكوب. احنا لأول مرة بقى يعني بنعقد المؤتمر ده في بلدنا. الفايدة الكبيرة اللي احنا هناخدها فعلا شرم الشيخ. يعني حطينا شرم الشيخ على خريطة، صدقني كده وهتفتكر ان شاء الله وتذكرني بالخير. شرم الشيخ دي هتبقى الايقونة بتاعت المناخ. اصبح دلوقتي الحمد لله عندنا قواعد بيانات الكترونية دقيقة، وعارف كل مكان بالاحداثيات بتاعته بالطاقة بتاعته. وتنبأنا في مطلع 2020 ان اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء يكفيني 52%، ومفروض استورد من بره 48% في سهولة، سواء رؤوس حية او لحوم مبردة ومجمدة.